رغم التفاؤل الذي أبدته أحزاب المعارضة والموالاة حول نسبة المشاركة في المحليات القادمة التي قدرها البعض ب50%، إلا أن آخرين تساءلوا عن طبيعة الخطاب الذي سيقنع ما تبقى من الهيئة الناخبة في الجزائر بالتوجه إلى الصناديق في ظل أوضاع راهنة لا مال فيها ولا صلاحيات. أحزاب المعارضة نظمت ندوات تكوينية لمديري حملتها الانتخابية عبر الولايات، وشددت على ضرورة اعتماد خطاب واقعي بعيد عن الوعود أو التخويف قوامه التخفيف من الفساد ومقاومته بالصندوق. الخطاب الانتخابي الذي أوصينا به أن يكون مبني على الاحتياجات، كل بلدية واحتياجاتها. نحن ننتمي إلى مدرسة سياسية تؤمن بالمقاومة السياسية. حتى عندما يكون الواقع متأزم، هل الانسحاب هو الحل؟ يجب أن يكون هذا الخطاب بعيد، يزرع الأمل بعيد عن التخويف، وأيضا هو خطاب يتحلى بالمقاومة. نحن نعرف بأن البلد هناك من يريد أن يخوفنا بالأزمة الاقتصادية وبأن البلديات سوف تعيش أزمة اقتصادية وبالتالي نقص في مواردها المالية. أحزاب الموالاة من جهتها أكدت أن خطابها سيكون مراعيا للظرف الاقتصادي الصعب ومركزا في ذات الوقت على ما أسمته رسائل الأمل التي تبتعد عن تسويد الواقع في وجه المواطن. نحن ندرك جيدا أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر وتمر بها كبريات الاقتصادية العالمية هي أزمة بدأت تلقي بظلالها على ربوع هذه البلدان ومنها الجزائر، وخير دليل على ذلك الخطاب الأخير لمعالي الوزير الأول. حقيقة هناك مشاكل، وهذه الانتخابات هي انتخابات محلية لها علاقة مباشرة بالمواطنين، فسوف نتبنى، وكل بلدية وكل ولاية لها خصوصيتها، فسوف نتبنى خطاب واقعي، يعني لا يمكن أن نقدم وعودا تتحقق. مراقبون يرون أن مهمة إقناع الناخب بالمشاركة في موعد شهر نوفمبر ستكون غاية في الصعوبة على الأحزاب الموالية، غير أنها ستكون بمثابة المهمة المستحيلة بالنسبة لنظيرتها المعارضة، على اعتبار أن هذه الأخيرة تشخص الواقع بتفاصيل اقتصادية غاية في الخطورة، وتشتكي من سيطرة المعين على المنتخب، وتطعن حتى في مصداقيتها الدربال، ما يعني أن خطابها تعترضه ثلاثة حواجز: شح الخزينة، وانعدام الصلاحيات، وهاجس التزوير.